السلام عليكم جميعا واهلا بكم اينما كنتم في منبركم الرأي الحر. الليلة هناك حدث مهم الحقيقة في السودان وهو بداية الحوار الوطني. ما أفاق هذا الحوار وجلساته التي انطلقت اليوم؟ هذا سؤال مهم. هل يفضي إلى نهاية الأزمة رغم غياب قوى الحرية والتغيير الشق المعارض لحكم العسكر؟ ثم ما دور الوسطاء الدوليين؟ ما الملفات؟ هذا ما سنعرضه مع ضيفنا، الملفات التي ستطرح ويجب ربما أن تطرح، ثم ما هي العقبات المتوقعة؟ وهذا نأمل أنه المتدخل السوداني ربما يجيبنا عن هذا السؤال. ألا يبدو مجرد الجلوس إلى طاولة الحوار والرغبة في حل الأزمة خطوة إيجابية من قبل المجلس العسكري في الوقت اللي بعض الأنظمة العربية ترفض الحوار نهائياً ولا تجلس أبداً مع معارضيها؟ ألا يعتبر الوضع في السودان اقترب جداً من الحل كما يرى كثيرون؟ أسئلة كثيرة نطرحها في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية ننتقل إلى المغرب العربي ونحطه في الجزائر. مناورات ليلية وبالذخيرة الحية، وأين قرب الحدود مع المغرب؟ عناوين رئيسية في هذه المناورات. تأتي هذه المناورات بعد مناورات بحرية أخرى أجراها الجيش الجزائري بقاعدة غربي البلاد تغطي سواحل حدودية مع المغرب وإسبانيا وتحت شعار إعصار 2022. هذه المناورات تستبق بأيام مناورات الأسد الإفريقي التي ستجرى في المغرب بمشاركة العديد من الدول. هل يمكن اعتبار المناورات الجزائرية هذه مجرد مناورات روتينية لرفع جاهزية الجيش الجزائري؟ أم هي ربما تحضير لأمر ما؟ أو لعلها خطوة ومناسبة لإرسال رسائل في أكثر من اتجاه؟ أسئلة كثيرة إذن نطرحها في ساعتنا الثانية، ولكن نبدأ كالعادة بموضوع الساعة الأولى، السودان الآن وانطلاق الحوار في غياب قوى الحرية والتغيير الرافضة لما تسميه الانقلاب العسكري في السودان. أي أفق لهذا الحوار؟ أهلا بكم. انطلقت اليوم في الخرطوم أولى جلسات الحوار المباشر بين أطراف الأزمة السودانية الذي دعت إليه الآلية الثلاثية المشتركة. اللافت في هذا الحوار ومن خلال الجلسة الأولى هو غياب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بما فيها حزب الأمة. المجلس المركزي وهو الشق الذي يرفض حكم العسكر والمجلس العسكري ويطلق عليه الانقلاب في السودان. هذا الأخير وهو حزب الأمة أكد في بيان له التزامه قرار تحالف قوى الحرية والتغيير بعدم المشاركة في الحوار بسبب ما قال إنه حرصا على وحدة الصف الوطني والسعي للوصول إلى حلول ذات مصداقية تؤدي إلى حل الأزمة الوطنية لا تعقيدها. غير أن الحزب أشاد بجهود الآلية الثلاثية ومساعيها لجمع الصف وتوحيد السودانيين. قاطع جلسات الحوار كذلك الحزب الشيوعي السوداني وتنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وأحزاب وتيارات سياسية أخرى عديدة بلغ عددها 7 تحالفات وأحزاب. في المقابل حضرت جلسة اليوم 7 قوى على رأسها المكون العسكري الذي ترأس وفده نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دجلو، من بين من شاركوا أيضا تحالف الحرية والتغيير، ميثاق التوافق الوطني المنشق عن الحرية والتغيير، والحاضن السياسي لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. شاركت أيضا أحزاب كانت شريكة ولو لفترة قصيرة في نظام الرئيس المعزول عمر بشير، مثل الحزب الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان المرغني، وقوى الحراك الوطني الموحد بقيادة التيجاني السيسي،
وحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي. في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية قال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن ود لباد إن البداية طيبة على أمل أن تكون النهائيات طيبة أيضا، وأشار إلى أن الآلية ترغب في عدم إقصاء أي طرف من الأطراف الفاعلة التي بدونها لن يتحقق أي حل للأزمة. وقال عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر إن الجلسة أملت إشراك كل السودانيين دون إقصاء، وأن يكون الحوار سودانيا وذلك للوصول إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية. من جهته قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أن في كلمة الله أمام الجلسة الافتتاحية إن الآلية الثلاثية مهمتها الأساسية هي تسهيل الحوار بين أطراف الأزمة السودانية على أن يقوم السودانيون بأنفسهم بالاتفاق على موضوعات الحوار بما فيها تكوين مجلس السيادة وصلاحياته والاتفاق على الترتيبات الدستورية وآلية اختيار رئيس وزراء. نذكر بأن الآلية الثلاثية كانت مكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا المعروفة اختصارا باسم إيجاد. قد بدأت منذ يناير الماضي عملية سياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين لحل الأزمة التي خلفها انقلاب البرهان في 25 أكتوبر الماضي. السودان إذن أفاق الحوار الذي بدأ اليوم هل يفضي إلى إنهاء الأزمة برأيكم؟ رغم أن الطرف الرئيسي غائب وهي قوى الحرية والتغيير الشق المعارض لحكم العسكر. ثم ما دور الوسطاء الدوليين؟ طبعا نجحوا الآن في عقد هذا الحوار، ولولا الوساطة الدولية ما كان هذا الحوار ليبدأ بالطبع، ولكن ما دورهم الآن خلال الحوار؟ ما الملفات التي يجب أن تطرح؟ وما هي العقبات المتوقعة ربما التي ستقف في طريق التوصل وبسرعة إلى تفاهمات؟ لكن لا يبدو مجرد الجلوس إلى طاولة الحوار والرغبة في حل الأزمة هي خطوة إيجابية من قبل المجلس العسكري، يقول كثيرون، خصوصا وهذا مهم للغاية في دول عربية أخرى هناك أنظمة تبالغ في رفض الحوار والجلوس مع معارضيها، وهذا ربما ما أرهق العديد من الدول العربية لأن الحوار غائب. إذن بداية الحوار هي خطوة مهمة ورئيسية في طريق حل الأزمات والعودة إلى الاستقرار في السودان. نفتح الخطوط بعد قليل طبعا لجمهورنا الكريم، لكل من يرغب في المشاركة أبدأ الرأي. طبعا مجال التعليق مفتوح للجميع، ولكن الأولوية كما عودناكم دائما لأصحاب الملف والأقرب، وفي هذه الحالة طبعا السودانيون هم أولى بالمشاركة. طيب سيكون معنا بعد قليل الدكتور محمد خليفة صديق أستاذ العلوم السياسية من الخرطوم. طبعا في انتظار الضيف نبدأ في عرض بعض المشاركات ربما عن طريق الواتساب. تقول الرسالة لأمامي الآن من طه الفتياني، يقول لا يختلف عسكر السودان عن عسكر مصر. هو طبعا بعض المشاركات الحقيقة تتصور أن الدول العربية نسخ طبق الأصل، وأنا دائما أعارض هذا المنطق. لا يختلف جيش السودان عن جيش مصر، لا، كل جيش عنده ظروفه والعوامل المحيطة به وحتى العقلية العسكرية في هذا البلد أو ذاك تختلف إلى حد ما، هي حتى طبيعة المواطن السوداني تختلف بالتأكيد عن طبيعة غيره. على كل حال يقول الفتياني لا يختلف عسكر السودان عن عسكر مصر والجزائر وموريتانيا في الفساد والاستبداد والإجرام. هذا كلام من بدايته الحقيقة غير موضوعي، عندما تضع 20 دولة في نفس السلة وبنفس السياق الحقيقة أنا برأيي كلام لا يليق. يقول الحوار الذي أجبر عسكر السودان على قبوله أو أجبر على قبوله بالضغوط الخارجية لن يفضي لنتائج، لأن العسكر إذا أمسكوا بتلبيب حكم بلد ما لن يتخلوا عنها بسهولة. الحكم العسكري أفضل وصفة لجلب الفقر والجهل والمرض الشعب الذي يبتلى بحكمهم، ومع هذا ثقتي في قدرة الشعب السوداني على إزاحة غمة الحكم العسكري كبيرة، يقول طه الفتياني. طيب فرج سلام أيضا يعلق على هذا الموضوع،
طبعا نتحدث على الحوار في السودان. يقول اللي عايز أفهم حوار بين من ومن وما معنى هذا الحوار بعد نكوص العسكر السودانيين بالعهود وتقتيلهم لأبناء الشعب، أشد على أيدي الشعب ولا تسلموا أنفسكم لما يسمى الفترة الانتقالية، ما لم تكن هذه الفترة بأيديكم من الألف إلى الياء، يقول فرج سلام من مصر. أنا لدي تعليق بسيط بين ظفرين الحقيقة. أهلنا في مصر اكتووا بنار الانقلاب في مصر، فدائما يوزعوا نصائح. هو المفروض أصلا النصائح لو كان بإمكانهم ينصحوا، المفروض ينصحوا أنفسهم حتى يغيروا هذا الواقع الصعب في مصر، لكن دائما يوزعوا نصائح وينطلقوا من تجربتهم الشخصية، لكن ليس بالضرورة الحقيقة أن تكون تجربة المصريين مع الانقلاب في مصر هي شبيهة بالعديد من تجارب المنطقة العربية. طبعا هناك دائما نقاط التقاء وكذا، لكن ليس بالضرورة هي نسخ طبق الأصل كما قلت في هذه الدولة وتلك. نرحب الآن بضيف حلقتنا الدكتور محمد خليفة صديق، أستاذ العلوم السياسية من الخرطوم. دكتور صديق مساء الخير. الحوار بدأ وهذه خطوة لا شك إيجابية، لكنه بدأ في غياب قوى الشارع الرئيسية والحرية والتغيير ومن معها. ما رأيك في حوار يغيب فيه طرف رئيسي في المعادلة؟ نعم، هذا أمر قد يكون يعني مستغرب، لكنه في النهاية ليس في الإمكان أفضل مما كان. فمجرد بدء الحوار، مجرد دخول قوى سياسية في هذا الحوار والسعي لتمهيد الأوضاع للاتجاه نحو التطبيع الكامل للأوضاع بعد الثورة، هذا ربما يكون شيئا إيجابيا. وهذا لا يعني أن الطريق أغلق أمام القوى الحرية والتغيير للالتحاق بالحوار، فهذه يمكن أن تكون الحلقة الأولى تتبعها حلقات للحوار السوداني الشامل. وربما في لحظة من اللحظات تتوقع أن ترضخ قوى الحرية والتغيير لضغط ربما الشارع أو حتى الضغط الدولي، لأن الآن الضغط الدولي هو جزء من هذا الحوار، لأن الآلية الثلاثية هي مكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، وهي التي كانت تسعى بقوة لإدخال قوى الحرية والتغيير إلى الحوار، ولكن حينما فشلت في إدخال قوى الحرية والتغيير للحوار اتجهت مباشرة إلى بدء هذا الحوار بمن حضر، ولذلك أعتقد أنها هي لبنة أولى تصدح للبناء عليها، وتوقع أن تلتحق قوى الحرية والتغيير في أي وقت قادم بهذا الحوار، لأنها في النهاية لا بد أن تصل إلى حلول. لأن بالضبط هذا ما نود أن أسأل عنه سيد صديق، الحلول أو أهداف هذا الحوار، هل يمكن عرضها في عناوين أو نقاط مختصرة أهداف هذا الحوار بجملتها؟ نعم، الحوار هدفه له هدفين أساسيين. الهدف الأول هو الوصول إلى حالة من التوافق بين القوى السياسية السودانية لإدارة المرحلة الانتقالية، والهدف الثاني هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وفي هذه اللحظة أيضا الوصول إلى توافق حول حكومة انتقالية تكمل ما تبقى من مرحلة انتقالية، والتوافق أيضا على رئيس وزراء يدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية. هذه هي بعض أهداف هذا الحوار. نعم، هو الحديث عندما تقول سيد صديق لإدارة الفترة الانتقالية، دائما الحديث المعنى هو ما تبقى من الفترة الانتقالية وليس بدء فترة انتقالية جديدة، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح، ما تبقى من الفترة الانتقالية، لأن الفترة الانتقالية بدأت منذ وقت مبكر. بالضبط، لكن الفترة الانتقالية عمليا لم يتبقى منها إلا بضعة أشهر، أليس يعني هذا على الأقل على حد علمي؟ نعم، هي تم تمديدها بعد ذلك، يعني تم تمديدها لأكثر من مرة، تم تمديدها بعد إدخال القوة التي دخلت بعد اتفاق جوبا إلى 2023،
نوفمبر 2023 كان يمكن أن تنعقد الانتخابات في هذه الفترة، لكن الآن يعني حتى الآن أيضا إذا دخلت قوى أخرى جديدة يمكن أن يتم تمديد آخر الفترة الانتقالية. هناك قوى سياسية لم تدخل في التفاوض أو في الحوار باسم حركة عبد الواحد محمد نور في دارفور وحركة عبد العزيز الحلو في جبال النوبة، فكلما كان قوى تلتحق بالحوار كلما كان هناك أيضا تمديد الفترة الانتقالية. آخر تمديد هو أنها ستنتهي في نوفمبر 2023. نوفمبر 2023 يفترض موعد الانتخابات. نعم. جميل. طيب لكن عندما تقول يعني يمكن أن تلتحق باقي القوى المقاطعة إلى هذا الحوار، هو الحوار كم يفترض أن يستمر؟ كم يوم؟ مجاله الزمني؟ نعم، الحوار الآن هو التمهيد له كان هو هذا اليوم، يوم الآن. لكن يتوقع أن يتم تمديده لأنه كل قوة سياسية تقطع حريتها، وسيتم تبادل وجهات النظر للوصول إلى الصيغة التوافقية. فلم يتم تحديد سقف زمني لانتهاء هذا الحوار. وأيضا كما أتوقع كما قلت لك أنه ربما تلتحق بعض قوى الحرية والتغيير. الآن هناك وجود لأعضاء في لجان المقاومة في هذا الحوار، ولجان المقاومة أعلنت أنها لم تخطر بمشاركة بعض أعضائها، فهذا يعني أن قوى الحرية والتغيير متجهة نحو التفكك ونحو الدخول أجزاء بعض أجزاء منها ستدخل في هذا الحوار. فلذلك أتوقع أنه سيتم فتح سقف الحوار لمدة أطول حتى يمكن الوصول إلى يعني ما يمكن نسميه إجماع شبه إجماع للقوى السودانية نحو إدارة المرحلة الانتقالية وأيضا استعداد للانتخابات. طبعا هو بعض المسؤولين الدوليين تحدثوا عن تكوين مجلس سيادة جديد بالطبع، صلاحياته، الترتيبات الدستورية، وآلية اختيار رئيس وزراء طبعا ليتولى ما تبقى كما أشرت حضرتك من المرحلة الانتقالية. هل هذه التفاهمات والتوافقات ستعني أن المجلس العسكري بصورته الحالية ربما لن يعود له الصدارة في المرحلة المقبلة؟ هذا ما نفهمه طبعا من هذا الحوار، أليس كذلك؟ هذا قد يكون صحيح جزئيا باعتبار أنه مجلس السيادة الآن ليس عسكريا بحتا. الوجود العسكري في مجلس السيادة هو مصل بأربع أعضاء بما فيهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أما البقية القوى الأخرى فهي قوى مدنية وبعضها في حركات مسلحة لكنها نعم هذا معروف، ولكنه مع ذلك لم يرضي القوى المعارضة ولهذا استمرت في خروجها للشارع. نعم، لكن القوى السياسية كلها تعلم أن الوثيقة الدستورية لم تعطي مجلس السيادة أي صلاحيات تنفيذية، كل الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الوزراء وهو غير موجود الآن. لكن الآن هناك حكومة مكلفة عينها عبد الفتاح البرهان بعد الإجراءات التي حدثت في أكتوبر الماضي، فالآن إذا تم التفاوض على رئيس الوزراء ستعود كل السلطات الموجودة في الوثيقة الدستورية إلى رئيس الوزراء وإلى مجلس الوزراء، وسيكون مجلس السيادة هو مجلس شرفي له بعض الصلاحيات في العلاقات الخارجية وفي المشاركة في القمم وغيرها من الصلاحيات غير الأساسية، وإنما سيكون هو مجلس تشريفي يمثل رمز السيادة للدولة لكن ليس له أي سلطات تنفيذية. فلذلك الحديث عن أنه مجلس السيادة مؤثر بشكل كبير أمر حسب الوثيقة الدستورية غير صحيح، وإنما هو يمثل الشكل السيادي للدولة لكن كل السلطات هي في يد رئيس الوزراء. فإذا تم التوافق على رئيس الوزراء مدني ستعود كل السلطات، لأن النظام الذي يدير المرحلة الانتقالية هو نظام برلماني وكل السلطات هي في يد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المرتقب. طيب الوساطة الدولية سيد صديق، الوساطة الدولية بالتأكيد نجحت في جمع الفرقاء وبدأ هذا الحوار، لكن الآن خلال الحوار ما هو دورها؟ الوساطة الدولية الآن دورها هو التسهيل كما قال ذلك السيد فولكر بيريت رئيس بعثة يونيتان في السودان، فهي تريد أن تجمع القوى السياسية، تسهل بين اللقاءات القوى السياسية، تجمع بين وجهات النظر، تحاول أن تقرب وجهات النظر بين القوى السياسية، وأيضا ربما تمارس بعض الضغوط على هذه القوى السياسية. فلذلك دور القوى الدولية هو ينحصر في هذا الإطار، وأيضا هي يعني جلست مع كل القوى السياسية السودانية، يعني جلست مع أكثر من 100 مجموعة أو قوة سياسية موجودة في الساحة السودانية وأخذت رؤيتها واستمعت إليها. فلذلك الآن دورها هي كأنها يعني هي الآن تلعب دور المقرب لوجهات النظر الموائم للأفكار التي تطرح في الساحة السودانية، فهي
يعني حاولت أن تهضم كل ما عندها من رؤى وأفكار للقوى السياسية السودانية لتخرج بعد ذلك في صيغة ربما تكون يعني مقبولة من الجميع أو تجد القبول من الجميع. فلذلك أعتقد أن دور الدور الدولي هو أن يكون دور المقرب المسهل الملاقح للرؤى المطروحة حتى تصل إلى رؤية توافقية تصلح لإدارة المرحلة الانتقالية وتصلح أيضا لأن تكون مقبولة من كل القوى السياسية السودانية. طيب دعني أختم معك، لا أدري طبعا إذا كان من خلال حواراتك مع المعنيين بالشأن هناك عن قرب، لأن ربما قوى الحرية والتغيير وبعض الرافضين للمشاركة في هذا الحوار لأنهم يطالبون بتحقيق العدالة قبل البدء في هذا الحوار كما يقولون، أو على الأقل يعني حلحلة ملف الملاحقات فيما يتعلق بالمتورطين في قتل ضحايا فض الاعتصام وغيرها طبعا مما سقطوا قتلى منذ ما يسميه السودانيون بالانقلاب 25 من أكتوبر إلى يوم الناس هذا. هل المرحلة القادمة وهي المرحلة المكملة للمرحلة الانتقالية ورئيس وزراء ربما جديد، هل سيمتلك مطلق الصلاحيات في الملاحقات وفتح الملفات دون ضغوط من أي طرف؟ من يضمن ذلك؟ حتى الآن لا توجد إشارات لضمانة واضحة، لكن خطاب الفريق عبد الفتاح البرهان أمس حول أن مجلس السيادة راغب في الوصول إلى التوافق وأنه مستعد لتقديم كل التنازلات من أجل هذا الأمر، ومستعد أيضا لأن تبتعد المؤسسة العسكرية عن المحترك السياسي، وقال ذلك بالنص في خطابه. فهذا يعني أن الجيش سيعود إلى سكناته في حال وصل الحوار إلى نتائج واضحة بشأن تحديد الانتخابات أو الوصول إلى الانتخابات أو الوصول إلى حكومة توافقية برئيس وزراء له كل الصلاحيات التي هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية. فأعتقد أنه إذا جاءت شخصية مقبولة وشخصية لها كاريزما ولها حضور في الواقع السوداني يمكن أن يجد كل هذه الصلاحيات، ولن يستطيع أحد أن ينازعه في هذه الصلاحيات، كما كان الدكتور عبد الله حمدوك أيضا استطاع أن يعين لجنة لملاحقة مسألة فض الاعتصام وغيرها من القضايا الأخرى، وأيضا لجنة إزالة التمكين وغيرها من المؤسسات التي استطاعت أن تقوم بأعمال كثيرة في هذا الجانب ربما يختلف الناس حولها، لكنها في النهاية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان يتمتع بكافة الصلاحيات. لذلك أعتقد أن رئيس الوزراء القادم أيضا سيتمتع بكافة هذه الصلاحيات، لأن المؤسسة العسكرية لن تلجأ إلى مضايقة رئيس الوزراء أو الحط من صلاحياته، لأن ذلك يعني أنها غير جادة في ما تقوم به أو ما تصرح به تجاه. طبعا إن فعلت ستعود السودان إلى المربع الأول بالتأكيد. على كل حال الدكتور محمد خليفة صديق أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من الخرطوم، نشكرك جزيل الشكر. منتصف هذه الساعة سيكون معنا أيضا ضيف ربما أقرب للطرف الثاني، الأستاذ طه عواض الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة السودانية سيكون معنا من الخرطوم. ولكن حتى يجهز ضيفنا الثاني نواصل في استقبال المداخلات عن طريق الواتساب أو عن طريق الهاتف. عبد العظيم من الأردن يقول قد نشهد مسرحية محبوكة وسيناريو جيد بين العسكر والمحاور الأخرى والنتيجة مسرحية هزلية نهايتها كارثية على الشعب السوداني. فالعسكر كما يقول طبعا صاحب المداخلة أخبث المخلوقات في بلادنا العربية. لا أدري طبعا هذه اللغة التعميمية لا أرى فيها الحقيقة توازن، مع الاحترام لأصحابها طبعا. لسنا هنا لنجرم يا جماعة جيوشنا كافة، جيوشنا ليسوا مجرمين وليسوا مجموعة من القتلة أو مجموعة من اللصوص، هذه جيوش عربية، أخويا وأخوك وشقيقي وشقيقك وأبويا وأبوك. نعم بإمكانك أن تسمي بعض العناصر في الصفوف الأولى، قد يكون عنده مصالح، قد يكون عنده استثمارات كما هو الحال في مصر، قد يكون هو المهيمن على السلطة، نعم، ولكن لا نسمي كل المؤسسة العسكرية بأنها كذا وكذا. بهذه الطريقة نصبح يعني ناس عدميين، فعيب هذا الكلام الحقيقة. يقول لن يترك البلاد إلا خرابا والله يحمي شعوبنا. عبد العظيم من الأردن لا أدري، خطاب أراه أنا تعميمي ومبالغ في ذلك. خالد من الجزائر يقول الحوار يفضي إلى حلول، لكن مشاركة الجنرالات في الحوار مآله الفشل. من يملك السلاح يريد أن يفرض أمر واقع بالمناورة،
يقول خالد من الجزائر. بالطيب من المغرب يقول أطلب من الفريق المعارض للحوار أن تطرح ورقة للبنود الواجب تطبيقها مثل تنحي العسكر وإطلاق السجناء والعدالة الانتقالية وتحديد زمني لفترة الحوار. هذا الكلام جيد يا أبو الطيب. طيب ليش ما شاركوا مثلا قوى الحرية والتغيير التي آثرت ألا تشارك؟ كان بإمكانها أن تجلس اليوم وأن تعرض هذه المطالب على ورقة حتى تقيم الحجة على الجميع. يا جماعة الخير، ألا ترون بأن الحوار مهم؟ يعني هذه يعني مثل الجنوح إلى السلم، إن جنحوا للسلم فاجنح له. طيب لكن هناك أنظمة عربية، هنا يمكننا المقارنة، أنا لست مع المقارنات الدائمة ولكن في هذه النقطة يمكن المقارنة. هناك أنظمة عربية أخرى راكبة راسها لا تريد الحوار مع أحد، مثل صاحبكم في تونس وصاحبكم في لا أدري في مصر وغيره. ناس عقولها ضاربة خالص كما يقول رجل الشارع. فيعني الحمد لله بين ظفرين في السودان عندك من هو مستعد أن يجلس معك، هذا ممتاز. أبو صالح مساء الخير. أبو صالح وي تفضل. شكرا عسلامة. أهلا وسهلا بك سيدي، لكن يا ريت لو تبتعد على التلفاز حتى ما تبقى تستنى في صوتك ونضيع الوقت. لا. ابعد عن التلفزة وتكلم دون توقف. مغلق التلفاز. ممتاز تفضل. شكرا. يا هلا بيك. أهلا بيك يا صالح. يا هلا بيك. شكرا يا سيدي. أنا مش أتكلم في الموضوع الحلقة، سمحني بالله. أنا أتكلم في الموضوع اللي اتصل بيك البارح من تونس. يا أبو صالح أنا نعم. أعتذر منك جدا ولكن نحترم موضوع الحلقة. يا ريت أي شيء عندك اكتبه في رسالة وارسله على الرقم الخاص بمراسل والرأي الحر، لأننا لا نستطيع أن نقطع حق الناس في موضوع الليلة. أعذرني في ذلك يا أبو صالح، وشكرا لك وأشكرك للتفاهم. طبعا الرقم، إذا الزميل المخرج ممكن يحط لنا الرقم مرة أخرى، رقم الزاوية المهمة أنا دائما أحرض عليها، مراسلو الرأي الحر، إذا جاهز الآن ممكن نحطوه على الشاشة. وأنا دائما أؤكد أنه نستقبل على هذا الرقم المراسلات المكتوبة اللي هي لا تزيد عن 5 أسطر، أي موضوع ولكن فيما يتعلق بالموضوع أفضل، لكن أي شيء بإمكانك أن تتحدث عنه بإمكانك أن ترسل لهذا الرقم، أو وهذا الأهم وهي المشاركات بالفيديو. عندك هاتف نقال استفيد منه، هذا مش جهاز فقط لاستقبال المكالمات، نريدك أن تسجل. طيب جاهز الرقم؟ طيب على كل حال الزميل ربما يعني يبحث عن الرقم حتى يضعه على الشاشة. أنا قلت أنه الفيديو، المشاركة بالفيديو أهم، فأي مشهد تراه أنت مهم لا يزيد عن دقيقة، لا نقبل مشاركات أكثر من دقيقة، ولا نقبل أيضا ناس يبعثون لنا فيديوهات من تيك توك. يا جماعة الخير، أنت ليش تيك توك؟ أنت المصدر، أنت المنتج للفيديو. إما أنت تسجل الفيديو لنفسك وتتكلم عن أي ملف تراه مهم، أو تسجل مع عائلة أو شخص أو أي شخص تراه في الطريق يريد أن يوصل صوته، يتفضل يشارك ويرسل طبعا للفقرة الخاصة بمراسلو الرأي الحر. لا يبدو أن الرقم جاهز، على كل حال سنعرضه إذا جاهز وأواصل معه. طيب حطوا لنا الرقم مدام جاهز على الشاشة لو تكرمتم. لا لا ليس هذا المطلوب، على كل حال يبدو سوء تفاهم بيني وبين الزملاء. نحن نريد الرقم الخاص بفقرة مراسلو الرأي الحر يكون على الشاشة بكاملها، إذا هذا موجود حطه لنا على الشاشة وبارك الله فيكم. نسيم يقول والله يا أخ صالح للأسف كل الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية أصلها هو حكم العسكر، ولكن يجب الجلوس معهم في طاولة الحوار وإعطائهم كل الضمانات حتى يتركوا الحكم للمدنيين، لأن العسكر لا يعرفون لغة السياسة ويجب استدراجهم بعقلانية حفاظا على استقرار البلد. نتمنى كل الخير للشعب السوداني الحبيب. يعني نسيم وكأنه يقول أعطوا ضمانات للجيش أو لقيادات الجيش أنكم لن تلاحقوا أحد. شو هالكلام يا نسيم؟ يعني إذا واحد منهم قاتل نقول له روح اذهب فأنتم الطلقاء؟ والله هذه اذهبوا فأنتم الطلقاء عندما كان
هناك رجال يحترمون الكلمة ويحترمون الموقف. الآن والله تقول له اذهب فأنت الطلقاء يزيدي يعاودي. على كل حال الحمد لله الرقم على الشاشة، هذا رقم مراسلو الرأي الحر يلي تابعوني، ترسل مراسلة مكتوبة لهذا الرقم وهو واتساب أو فيديو لا يزيد عن دقيقة في كل ما هب ودب من شؤونك الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكما قلت أنا تكون معدي عندك شخص وجدته في الطريق يريد أن يوصل صوته لا يجد منبر في بلده، منبر رأي الحر هو حاضر. فهذا الرقم يريد كل واحد، أنا دائما أؤكد يريد كل واحد يسجله على هاتف النقال تحت اسم مراسلو الرأي الحر، ويخلي الكاميرا دائما شغالة. الجهاز هذا يا جماعة الخير الهاتف النقال هو مش الاتصال فقط، استفيدوا منه في أشياء ثانية. حتى مشهد جميل أنت معدي من بلدك، مشهد جميل أردت أن تسجله ومعه صوتك أنت، وابعث لهذا لهذا الرقم حتى نعرضه نحن في فقرتنا الأخيرة دائما في برنامج الرأي الحر. طيب صالح من المغرب ماذا يقول؟ الحوار الذي يتحدث عنه النظام العسكري في السودان والذي يرفضه طيف واسع من الشعب جيء به للالتفاف على مطالب الشعب المشروعة وإفلات من تلطخت أيديهم بدماء السودانيين من العقاب، هكذا يقول. لا حوار مع أعداء الديمقراطية. يمكن الاتفاق مع ما قلت يا صالح ويمكن الاختلاف. الحوار هو في النهاية ليس حوار لفرض رأي عن رأي، هو الحوار كل الأطراف تطرح آراءها وتتفاهم للخروج بتفاهمات وليس للانصياع وفرض الآراء. فلا أدري يعني ليش أنا والله العظيم وجهة نظري طبعا لست أفرضها عن أحد، الحوار يا جماعة الخير مدخل مهم للأوطان، مدخل للاستقرار، مدخل للتنمية، مدخل لقبول الآخر، مدخل للحكم الرشيد والديمقراطية. إذا غاب الحوار يعني أنت عدت إلى 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 قانون الغاب، الأقوى ينتصر. لا مش هيك، لا نريد لأوطاننا أن تبقى يعني هي منذ عقود وهي تعاني تحت الدكتاتوريات، فلا نريد لها أن تستمر في بوابة العنف والفوضى واللي يوصل الكرسي يعني يصبح إله. لا نريد لهذا المنطق الغبي والمتخلف، الحوار ثم الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، ومن يختاره الصندوق يتفضل يحكم إن شاء الله يكون ما يكون. ما تقول لي أنت عندك حق وأنا ما عندي حق، لأنه البعض في تونس اليوم واحد عمل حاله رئيس حزب في تونس يقول والله تونس عندها كل الإمكانيات المهم أنه نزيح النهضة. يا روح قلبي أنت ديمقراطي ولا استئصالي؟ إذا سألته يقول لك أنا ديمقراطي. منطق متخلف والله يا جماعة، لو يطرح في أوروبا يضحكوا عليه. والله ما في حاجة اسمها والله أنا أقبل بالديمقراطية لكن شيلوني فلان وشيلوني علي. تصور واحد يلعب مع مارادونا ولا مع مارادونا راح طبعا، مع رونالدو ولا ميسي ولا غيره، يقول والله أنا لاعب جميل لكن على شرط أنكم تزيلوا رونالدو ولا تزيلوا ميسي. يريد أن يلعب وحده سيدنا حتى يكون هو الألمع والأكثر تهديف. لا، تقبل اللعبة لأنه في النهاية السياسة هي لعبة، تقبل باللعبة تقبل بكل بالجميع، المهم هنا قوانين للعبة، اللي خالف القوانين طبعا يتعاقب. لكن ما تجيني بشروط أنت تقول لي ألغي زيد وألغي عمر. نعود للسودان أيضا، الحوار هو مدخل جميل، فما رأيكم في غياب قوى الحرية والتغيير؟ هل أفلحت أم أخفقت؟ ألم يكن من الأصلح لها وللسودان أن تحضر في الحوار وتطرح ما لديها؟ عندك ورقة اطرح فيها كل ما تريد، لكن عندما يعني تتخلف عن الحوار شو المآل؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. يوسف الزبيدي من الأردن يقول الجلوس مع النظام العسكري الذي فرض نفسه بالقوة هو اعتراف بالنظام العسكري وستبقى المفاوضات إلى ما لا نهاية. عدم الجلوس مع النظام العسكري خطوة في الطريق الصحيح. على كل حال أنا أتقبل. إبراهيم مساء الخير من المغرب. أخي صالح تفضل يا إبراهيم. يا أخي مشكلة السودان عليهم يتحدوا الآن نرى متفرقين حتى الحوار. مشكلة السودان عليهم يأخذ الثأر من الشهداء ومن دكشي علوي دكشي الشهداء دكشي يأخذ الثأر. يا عزيزي في دولة القانون ما في حاجة اسمها ثأر، عندك العدالة هي تأخذ لك حقك. ولكن أخي ما يمكنش يأخذوا هذك الشهداء، ما يمكنش
طيب شكرا لك إبراهيم من المغرب، أشكرك. مريم أيضا من المغرب تقول عن طريق الواتساب: مبادرات الحوار ما هي إلا مسكنات لإعادة هذا الجعب المسكين إلى المربع الأول، يجب أن تستقر السودان كيفما كان من يحكم، وبداية التفكير في استراتيجية جديدة للتغيير الهادئ من داخل النظام المستقر كما تقول مريم. محمد من الجزائر، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. الشيخ صلاح أحب يبارك فيك في هذه الحوارات هذه. يا هلا بك. مشكل السودان مطروح مثله مثل الدول باقي الدول العربية. مثلا السودان نوعا ما تختلف أو المغرب أو عفوا مصر. السودان كلها عسكر، يحكمها العسكر، يعني الوزارة الولايات كل عسكر. فيجب عليهم توفير المناخ المناسب لإجراء الحوار، لأننا نرى أن المناخ غير ملائم. لماذا ترى المناخ غير ملائم؟ لماذا غير ملائم؟ لأن في جميع الدوائر الحكم الموجودة في السودان حاليا كلها عسكر. لا مش صحيح، من قال لك هذا كلام؟ صحيح. من شهدوا يا رجل، حتى مجلس السيادة الآن، مجلس السيادة الذي يدير الشؤون في السودان ليس كله عسكري، وضيفنا كان واضح منذ قليل. لكن على كل حال محمد، حتى لو قلنا بأن حتى لو سلمنا بأن للعسكر الآن اليد الطولة مثلا، لنقول ذلك، من خلال الحوار أنت تفرض مرحلة انتقالية أو تتم لمرحلة انتقالية تكون فيها السلطة العليا للمدنيين، لماذا لا تطرح ذلك في الحوار؟ كان من المفروض المشاركة بضمانات. جميل. كان من المفروض المشاركة لكن بضمانات، يعني التجربة في الدول العربية متوفرة وكثيرة ومتعددة. لكن أنت برأيك مثلا الوسطاء الدوليين يمكن أن يقدموا ضمانات في هذا الخصوص؟ أنا أفضل الوسطاء الدولي، خاصة أمريكا والغرب كل. يعني مثلا عربية هذا هو المقصود. شكرا لك محمد من الجزائر، أشكرك. الله فيك. ربي أبو خالد يقول عن طريق الواتساب: يا صالح، تستقبلون في برنامجكم بعض المداخلات التي تسب وتشتم في الجيوش العربية والحكام العرب، وكذلك تنتقص من المواطن العربي. أولا الحديث، أنا دائما أرد على من يعمم، ورددت أكثر من مرة، إذا كان أنت عندك أذنين دقيقتين كان ممكن تكون أمين وموضوعي، لكن لا يبدو أنك تتحلى بهذه الصفة، مع احترامي لك طبعا. ثم عزيزي، الحكام العرب ما شاء الله عليهم ملائكة، ما الحكام العرب أنت شايف، يعني الحكام العرب من الدكتاتور إلى نصف دكتاتور إلى ربع دكتاتور، يعني لو وجدت واحد ديمقراطي حاججني. وبالتالي هذه الشعوب عندما تتحدث من الويلات والقهر يا صديقي، فلا تستطيع أن تكتم أنفاسها. أما فيما يتعلق بالانتقاص من المواطن العربي، لم ينتقص أحد من المواطن العربي، فكن دقيق حتى نرحب بمداخلاتك. متى تتخلصون، يقول، من عقلية البغض والكره لأوطانكم؟ هو في حد يكره وطنه؟ يا عمي أنت وين عايش؟ كل هذه الشعوب اللي أمامك تموت في أوطانها ومستعدة تقدم الغالي والنفيس. وكاذب ومنافق من يقول بأن الشعوب لا تحب أوطانها. تحب الديمقراطية، لا تحب أنظمة العسكر والأنظمة الإنقلابية والإرهابية، نعم، وهذا من حقها. وهناك فرق بين النظام والوطن، يعني أنا إذا ما حبيت النظام يعني أنا أكره وطني؟ هذه المغالطة التي تريد بعض الأنظمة تسويقها. أنا ما أحب النظام السعودي مثلا، أنا سعودي وأعارض النظام السعودي، يعني أنا لا أحب بلدي بلاد الحرمين؟ لا والله، كل أهل بلاد الحرمين يموتون في وطنهم وأكثر، لكن الكثير منهم يعارضون هذا النظام، وكذلك الحال في العديد من الدول العربية. على كل حال صديقي، عليك تكون دقيق حتى تكون موضوعي أكثر. أبو محمد من الأردن يقول: أنا أقف مع أخي من الأردن الذي يقول بأن الجيوش العربية هي التي قادت البلاد للدمار، لأنها تأتمر بأمر رؤسائها وملوكها وليست جيوش حرة. أم أحمد ما تزال طبعا تصر كالعادة، أم الدنيا. يا أم أحمد، أنا لا أريد أن أعلق دائما على أم الدنيا، لكن أم الدنيا رهي المفروض اسم على مسمى. طيب أم الدنيا مصر، ماذا تمتلك من أم الدنيا؟ حتى الرغيف الآن مفقود في مصر، والدواء مفقود، والمعيشة ضنكة، والديمقراطية شحيحة بل مفقودة، حرية التعبير مفقودة،
يعني أم الدنيا بإيش؟ أم الدنيا راهي مواصفات. عندما تسمى أم الدنيا يجب أن تكون أم الدنيا فعلا في الديمقراطية، أم الدنيا في الرخاء، أم الدنيا في السلامة، وأم الدنيا في 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 في, في المعيشة. هذه هي أم الدنيا، مش هي كرمي كلمة وخلاص. يا صالح، الأخوة السودانيين أدرى الناس بمشكلات بلادهم كما حدث في مصر. طبعا أدرى بلادهم طبعا، لم نقل غير ذلك. نأخذ مشارك محمد من الجزائر. مساء الخير أخويا صالح. يا هلا بيك. السلام عليكم. وعليك السلام يا أخويا صالح. أنا نحب نعيش تحت الدكتاتورية، وبصح ما نحبش نعيش في المخيمات. أنا نحب نعيش تحت الدكتاتورية وما نحبش نعيش في المخيمات. شكرا لك محمد، روح عيش في الدكتاتورية وصحتين وعافية. أشكرك. لا أدري أجاد أنت أم جاي تتهكم، يريت مرة قادمة أنا أعرف صوتك. إذا لست جادا فلا نرحب بمشاركتك، يعني يجب أن يكون الكلام واضح. إما أن تكون محترم وجاد، وإلا العبث هذا وتسجيل المواقف لا نقبله. محمد من ليبيا، مساء الخير. عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. محمد. نعم أيوة. شوي عندك مشكلة في الصوت، يا ريت لو يعني تحسن من ال من 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 خيط الاتصال. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. بقول لك لو سمحت، احنا انا اعتذر منك يا محمد، انا اعتذر منك فعلا. واذا تحسن الخط يا ريت تعود يعني، ومرحبا بك فيما تبقى من وقت هذا البرنامج. علاء من امريكا. عمت مساء سيد صالح. يا هلا بيك. مناشده الى اهلي واخوتي في السودان، استغلوا الفرصه يا اخوان، استغلوا الفرصه في الحوار. السيد عبد الفتاح البرهان شلح البدلة العسكرية ولبس بدلة أرماني، استغلوا الفرصة، مضغوط عليه من دول العالم على إنه يقيم هالحوار. فعدم المشاركة مش عارف يعني مش راح يؤدي إلى شيء، مع احترامي إلا كل المتظاهرين، وأقبل الأرض تحت أقدام كل المتظاهرين، أنا مش ضدهم. لكن يا أخوان المشاركة جيدة. وتصديقا لكلامك، من 25 سنة في أحد الدول العربية دخلت معاهم بالتلفزيون إنه يا ريت يدرسوا المناظرة والحوار، يدرسوا الأطفال عشان لما يكبروا يصير في عندنا ناس، عندنا قبول للرأي الآخر وقبول للجلوس. نعم. مع المخالف وهكذا. نعم سيدي، حتى لو إنه مش بالضرورة أنت توافق على رأيه، بس لكن تحترم رأيه وتعطيه المجال يتكلم. صحيح. اجلسوا مشان الله يا إخوتي في السودان، اجلسوا تحاوروا، سبحان الله. شكرا. كلام جميل، أشكرك على من أمريكا، شكرا لك. هو خبر الحقيقة في إطار برنامجنا. على كل حال، كان يفترض في نص الساعة الثانية كان يفترض أن يكون معنا الأستاذ طه عواض الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة السودانية من الخرطوم، وهو من المعارضين لهذا الحوار وممن رفضوا المشاركة فيها. أردنا التوازن الحقيقة، ضيفنا الأول مع المشاركين وهذا الضيف الثاني مع المعارضين، لكن الضيف اتصل وقال بأن الكهرباء انفصلت وانقطعت في السودان ولا يملك كيف يشحن الهاتف للاتصال بنا. هذا واقع أيضا، هذا واقع يعكس ربما وضعية السودان ووضعية العديد من الدول العربية التي تقطع فيها الكهرباء بين الحين والآخر. العراق العظيم، بلد نفط غارق فوق النفط منذ عقود، وعند الآن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 90 مليار دولار، وما تزال الكهرباء تقطع كما سيرد بعد قليل في الفاصل الإخباري. السودان أيضا عمر بشير أكثر من 30 سنة يحكم والكهرباء ما تزال تقطع. يا جماعة الخير، دولنا لم تحقق الكثير الأنظمة، ولهذا أنا لا أدعو ولا أوجه أحد، ولكن نحتاج إلى حوارات، نحتاج إلى حوارات تؤسس إلى أنظمة مستقرة، لأنه إن لم نستقر فعلا وبأنظمة ديمقراطية، مش نستقر تحت ديكتاتوري أو واحد منفرد بالحكم، لا، تحت أنظمة ديمقراطية.
إذا لم نستقر وتحت أنظمة ديمقراطية لن نبدأ التنمية ولن نبدأ الرخاء ولن نستقر. وبالتالي الحوارات دائما مهمة، ولهذا أنا أدعو ولا أناقض نفسي، يعني أدعو للمشاركة في هذا الحوار مع طرح كل الآراء. طيب عز الدين من الجزائر، عز الدين ما سي صالحة، يا أهلا بك وتحية، والله تحية وجبة للقائمين على الكنترول شكرا لك. اتفضل عز الدين. طيب على كل حال انقطع الاتصال بعز الدين ولا أدري السبب، كما انقطع طبعا انقطعت الكهرباء في السودان ومنع ضيفنا الثاني من المشاركة معنا. هذا شيء أو جزء أو حالة من حالات الوضعية التي تعانيها السودان منذ عقود، تنقطع الكهرباء في بلد يفترض سلة إفريقيا المفروض لو عنده من الخيرات الكثير تفيض على الكهرباء والماء والغذاء وغيرها، لكن متى زال الكهرباء تنقطع في الخرطوم العاصمة السودانية. سعيد من الجزائر، صالح يا هلا بيك. وش راك غير تقمع بالناس اللي يجيو موش في التوجهات تاعك تقول له غير مرغوب فيك وغير معطاهم داير بيك يا صاحبي، كل واحد عنده رايه. هذاك الجزائري اللي قال لك انا نحتمل نعيش تحت ديكتاتوريه، هذاك رايه وعلى تقمعه. لا جاي تهكم يا رجل، يحكي على مخيمات اللاجئين ولا ادري ماذا. والله العظيم الجيوش اللي تحكم ما في بريطانيا وين عايش انت، خطره انت درت محريقه وين فوق الجسر هذاك والله نسيت اسمه، قال لهم هذاك رئيس الحكومه قال لهم عندما يتعلق له الامر بامن بريطانيا لا حريه كذا ولا كذا، والدول الكامل بقى قويه بجيوشها. هو على فكره انا ما قمت به ليس قمعا عزيزي، ولكن لا اقبل بالاستهتار في هذا البرنامج. هذا برنامج للجادين وللاحرار، اللي يحب يعيش تحت الدكتاتوريه يتفضل يعيش دكتاتوريات كثيره في هذه المنطقه. اتفضل مداخلتك سعيد لو تكرمت. لا اقمع احد وارحب بكل المشاركه. انت عايش في بريطانيا بدكتاتوريه ولا انت راجل؟ هذا كلمه ضد بريطانيا، هذا على اليهود ضد بريطانيا ثم. خليك يا راجل، انا ضد الانقلاب، انا ضد العسكري ديال الانقلاب ضده. انا ضد هذه، انا معاك. بصح باش تقول الجيوش والجيش والجيش، يا والله العالم كامل عايش باه بالوش مود الجيش. بايدن باه يدير الوش حتى يستشار البنتاغون باه يلقي كلمه. موضوع السودان يا غالي لو تكرمت تعطيني كلمه سليمه على السودان. نعم السودان موضوعنا. الى ما تقمعش الناس اللي يجي يخالفك الراي انت تقول له غير مرحب بك يا ودي. تعاد تكرر فيها كلمه القمع، نحن لا نقمع ولكن نوجه هذا البرنامج وجمهور هذا البرنامج. اما ولا راي موجه هذا. طيب شكرا لك، شكرا لك. الجزائريين يبدو اليوم جايين يسنوا في سيوفهم علينا، هذا ليس رأي موجه عزيزي. عندك موضوع الجزائر في الساعة القادمة تفضل وشارك، لا نقبل الاستهتار ولا نقبل العبث في هذا البرنامج. تسميه قمع على راحتك، لكن أنا من يدير البرنامج وأنا من يرى أن هذه المداخلة فيها استهتار وغمز يمينا ويسارا ولا نقبله في هذا البرنامج، وهذا من حق مقدم البرنامج. إذا مش عاجبك عندك فضائيات جزائرية عظيمة ما شاء الله بإمكانك تستمتع بمتابعتها والمشاركة معها، إذا سمحوا لك تشارك طبعا. محمد العربي مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. والله احنا بصراحة احنا الحكم العسكري احنا نقدر ونحترم، بس المشكلة لنا تجارب معاها ما عندنا قصة فيه شوية، بس ومع الحوار يعني احنا نحب الحوار. أنت مع الحوار أم ضد الحوار في السودان؟ لا مع الحوار يا فندم، بس المشكلة العسكر مش هيسيبوا الحكم، مش هيسيبونا. لكن إذا 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 الحوار أفضى على رئيس وزراء جديد، وأنت تعرف أن البرهان ألقى خطاب وقال بأننا سنعود إلى ثكناتنا إذا اتفق الفرقاء السودانيين، يعني هل تراه لن يفي بهذا الكلام؟ حصل في مصر، حصل الحوار وبرموا علينا وضحكوا علينا كلنا. ما هو إذا ضحكوا عليكم في مصر لا يعني أنه كل الجيوش تكذب، يعني إذا كان في مصر ضحكوا عليكم لا يعني أن الدول العربية نسخ تبقى الأصل كما قلت أنا منذ قليل. ما هو كأنكم هم مكررين، ممكن الموضوع مكرر في كل مكان، في ليبيا، في الجزائر، في تونس. طيب يعني أنت بماذا تنصح السودانيين إذن؟
والله انا انصح السودان، السودان شعب طيب، شعب محترم بصراحه والله، ويقدر ويثار كل خير بامانه يعني. وننصحهم ان هم يقعدوا معاهم ونجرب، نجرب المجرب. جميل. اذا انت في النهايه تنصح السودانيين على الحوار. شكر لك محمد العربي من مصر، اشكرك. هو واضح بانه الحقيقه الثقه، ثقه الجمهور العربي من خلال على الاقل هذه المشاركات، الثقه في الانظمه العسكريه متواضعه للغايه، وهذا يرسل رسائل الحقيقه لجيوشنا ان تتعفف وتبتعد عن السلطه وان تبقى في دورها وهو حمايه الاوطان وفي ثكناتها، وهذا افضل لها وافضل للاحترام والحب والقبول في قلوب المواطنين. سليمان قسمية من الجزائر يقول الحوار من الحلول الأساسية، لكن الحوار الذي يخدم طرف واحد فهو ليس بحوار كما يقول. عبد الرحمن من المغرب السيسي قال إنه رأى حلم أنه يحكم مصر، وكذلك البرهان نصح، وعكاشة نصح السيسي للطلب من إسرائيل لتثبيت الانقلاب، وكذلك البرهان. عبد الرحمن من المغرب، يعني التركيب الحقيقة الرسالة مش تمام. الهاشمي من السعودية يقول هل تعلمون أن معظم رؤساء وزراء الحكومات الإسرائيلية عسكريين متقاعدين في دولة كل شعبها عسكري؟ نتمنى نجاح الحوار في السودان وأن يخلع البدلة البرهان ويترشح للرئاسة. والله إذا خلع البدلة وترشح للرئاسة صار رئيس مدني، لا يبقى عسكري. هيك مدام عسكري ليه ما يبقى متقاعد عسكري؟ أفضل له يا رجل، ويخلي السياسة والرئيس وغيرها والتنافس على الرئاسة للمدنيين. يعني أنت كمان يا هاشمي الله يهديك. أبو القعقاع يقول رئيس وزراء سوداني خرج من رئاسة الوزارة، خرجوه العسكر بالقوة، يبون يحتكرون السلطة. وجهة نظر أبو القعقاع. عبد العالي من المغرب يقول سواء تحاورت أم لم تحاور، لن ولم يتخلى البرهان وحميدتي وجنرالات السودان عن السلطة كما كان ذلك في مصر، ومهمتهم حماية الحدود. أشكر حسن من الجزائر وأم أحمد من مصر وعبد الله من المغرب وآخرين، اعذروني جميعا طبعا أدركنا الوقت. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، ثم لنا عودة لموضوعنا في الساعة الثانية، الموضوع الجزائري. أبدأ هذا الموجز من فلسطين. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى، والاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطيني. لاحظوا، وهذا قلناه على الدوام، أنه دولة الاحتلال عندما تخطو خطوة وتجرم جريمة في حق العرب والفلسطينيين، إذا صاح العرب والفلسطينيون واستنكروا لا تعتذر، لا تعود إلى الخلف، لا، تقوم بخطوة تالية. فهكذا يتعود العرب باعتداءاتها، وهذا الخوف الحقيقة، أن يتعود العرب باعتداءاتها فيتعايشون معها. لاحظ أنه في الأيام الأخيرة قل الاستنكار لاقتحامات الأقصى، بينما الاقتحامات كل يوم يقتحمون أقصاكم يا عرب يا مسلمين. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى وتحت حماية جنود الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن أكثر من 80 مستوطن قذر شاركوا حتى اللحظة في الجولة الأولى من الاقتحامات، وأدوا طقوسا وصلوات خاصة في المنطقة الشرقية وبالقرب من مصلى باب الرحمة، بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة طاولت 20 فلسطينيا على الأقل. ما أحوج الفلسطينيين لقيادة ترتقي لمستوى التحدي، ما أحوجهم. إلى قطر ردا على الإساءة الهندية، برجال سيل في الدوحة يتزينان بعبارة إلا رسول الله. ومن يجرؤ من دول العربية أن يفعل ذلك؟ هناك دول احتفلت بذكرى ما يسمى استقلال إسرائيل.
تزين برجال سيل في الدوحة بعبارة إلا رسول الله احتجاجا على إساءة مسؤولين في حزب بهارتيا جناتا الهندي الحاكم إلى مقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي ذلك امتدادا للموقف الرسمي والشعبي في قطر الرفض للإساءة إلى مقام النبي الكريم والدين الإسلامي. كان هناك رفض أيضا في دول عربية وإسلامية عديدة الحقيقة، وهذا مهم، لكن يفترض أن يستمر هذا الضغط حتى تعتذر السلطات الهندية وتلتزم بأشياء أخرى أيضا، عدم المساس بالمسلمين هناك، وعدم الإساءة للمسلمات والمحجبات، وعدم التضييق عليهم هناك في الهند. موقع والا الإسرائيلي في الخبر التالي يقول: الجيش الإسرائيلي يكثف استعداداته لضرب إيران، هكذا يقول. ذكر موقع والا الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي أحدث طفرة في الاستعدادات التي يجريها تمهيدا لضرب المنشآت النووية الإيرانية عبر تعزيزات القدرات التي تمكنه من ذلك. وأضاف الموقع أن شركة رافايا الإسرائيلية للمنظومات القتالية طورت قنبلة تزن طن، تصور قنبلة واحدة يمكن أن تحملها طائرة F-35 المعروفة بالشبح، والتي يمكن استخدامها في قصف المنشآت النووية الإيرانية. ديروا بالكم، الإيرانيين توعدوا بمسح تل أبيب وحيفا من الوجود. إيران عندما تهدد يعني أنها تمتلك السلاح الكافي لذلك. فأيضا الحقيقة إذا حققت إيران شيء على الأقل فهي حققت ما يسمى بتوازن الرعب. إلى العراق الآن، احتجاجات في مدن وسط وجنوب البلاد بسبب ماذا؟ لاحظ معي 2022 في بلد نفطي، بسبب قطع الكهرباء وشح المياه. مأساة. والعراق الآن يتفاخر بأنه الاحتياط النقدي لديه عاد إلى الارتفاع ووصل إلى 90 مليار دولار. طيب استثمروا شوية لهؤلاء البسطاء، على الأقل مساكين يعني، الكهرباء حتى يشغلوا ثلاجة ويشغلوا المكيف في هذه الحرارة الملتهبة في جنوب العراق. تشهد مدن وسط وجنوب العراق تظاهرات ووقفات احتجاجية تتخللها بعض قطع الطرق الرئيسية ومهاجمة دوائر حكومية بسبب تراجع معدل توفير التيار الكهربائي للمدن في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة شح المياه. نختم بإسبانيا. ماذا تقول إسبانيا؟ أيدنا الحكم الذاتي في الصحراء حلاً لنزاع الصحراء، وأبلغنا المغرب رفضنا وصف سبتة ومليليا بالمحتلتين. أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في ملف الصحراء الغربية هو القاعدة الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع، مشيراً إلى أن العلاقات الجديدة مع المغرب لا تترك مجالاً للشك في سيادة إسبانيا على سبتة ومليليا المحتلتين. رئيس الوزراء الإسباني على كل حال ماذا قال؟ قال أنه اتصل بالملك المغربي وأخبره بذلك، لأن سبتة ومليلة هي أرض إسبانية ولا يمكن التفريط فيها. لم يصدر إلى حد الساعة رفض علني أو تنديد بذلك من قبل الملك المغربي. نحن في انتظار تصريح حتى يزيل اللبس، لكن الصمت يعني الرضا. فإذا كانت المغرب راضية بأن سبتة ومليلية هي أراضي إسبانية، فهذا أمر الحقيقة مختلف تماماً، يصبح وكأنه مقايضة لموقف من موقف، يعني أن إسبانيا تقبل بالحل المغربي في الصحراء في مقابل أن يتخلى المغرب عن أراضيه في سبتة ومليلية، وهذا بالتأكيد لا يرضي المغاربة. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى الجزائر. مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب، هل هو إجراء روتيني بنظركم؟ مناورات عادية؟ أم هي ربما تحضير لأمر ما، أو رسائل ربما يريد الجزائر إيصالها لأكثر من جهة في نفس المرحلة؟ نعود لهذا الموضوع بعد الفاصل.